يحفوظ، الحمد لله على سلامتكم. تسلمي. الحمد لله على السلامة أخي. الله يسلمك، وأنتو كمان. كيفك أنت؟ عايشة بس لساتني كتير مصدومة من الشيء اللي صار. كلياتكم بخير؟ يعني المرأة ما أذتكم؟ لا، لحقتنا إيلا، بس المرأة أخذت البيبي. رح نلاقيها. أنت كيفك؟ كيف بدي يكون؟ ما بعرف على مين بدي أزعل، على أتاش ولا على ابن علي حيدر. أنتوا قرايبين المريض أتاش؟ أي نعم. نجحت العملية، بس في منطقة قريبة من القلب تأذت كتير، ولهيك حيضل بالعناية المشددة. يعني تجاوز مرحلة الخطر؟ هو شخص قوي، ونحن ساوينا يلي منقدر عليه، مضطرين نستنى هلأ، بس يصحى منساوي له الفحوصات ومنشوف. تمام. معافى. أهلين وسهلين. أهلين فيكن. ممنونينك على اللي صار، تسلم إيديك. أنتوا أمرتوا وأنا نفذت، بس للأسف ما فينا نقول إنه وصلنا للي بدنا إياه، وسانجار مات كمان. إيه، كان واحد من أفضل رجالنا. اتدرب بشكل منيح. طيب شو راح يصير هلأ؟ المنطقة اللي كان هو زعيمة بلشت تتقسم. أساساً نحن طلبناك لهون لهالسبب، يعني تقريباً نحن قدرنا نزرع الحقد والاختلافات والعداوات بالمناطق يلي بدنا إياها. من هاللحظة هي المحاربين يلي صار لنا شهور عم ندربهم صار إلهم الحق يحاربوا. شلون بعد كل هالدم يلي سفكوه رح يحاربوا ويساووا يلي عم يساووا؟ هنن رح يكونوا أبطال بنظر الرأي العام. فهمت. لما نزرع بعقول الشعب انه عم يجاهد، منأسس جيش بتكاليف قليلة. ايه هيك بالضبط. التقسيم يلي بالمنطقة ما بيناسبنا بنوب، لانه كل ما ازداد التقسيم ساعتها تكبر تكاليفنا مشان نقدر نحكم المنطقة. فهمت. طيب خلونا بالموضوع المهم، وين رح يكون مكان جولاق بالمخطط يلي رح نرسمه هلأ؟ بالمركز تماماً. معقول يكون جولاق بمركز هيك مخطط؟ هذا مجنون وما عنده ولا ذرة ذكاء. ذكاؤه ما بيهمنا، يلي بيهمنا ليش هو عم يحارب. بالوقت يلي عم يفكر فيه انه عم يحارب لمصلحته، بيكون عم يحارب لمصلحتنا. يعني جولاق نفد مرة تانية. بالحقيقة ماضي جولاق هو أفضل قصة بتوقع بين إيدينا لنخلق أسطورة مثل ما نحن بدنا بالضبط. هو بده الأراضي، وبده يكون الحاكم، وبده الانتقام والقوة، ونحن رح نقدم له كل هالشي. بس الحبل يلي على رقبته رح يكون بإيدينا. لنساوي هالشي بيلزمنا قوة منصب المعلم الأكبر هلأ. المنصب عندي، بس بدل اسم المعلم الأكبر أنا بفضل إنكم تضلوا عم تنادولي باسم الآغا. إيه مثل ما بدك. وبخصوص العسكري يلي جولاق عم يلاحقه دايماً، يافوس كراسو، هو يلي قتل المعلم الأكبر. مزبوط. إجا الوقت لحتى نزيحه من طريق جولاق، ما بدنا إياه يتعرض له بعد اليوم، وحتى وظفنا حدا لهالمهمة رح يعملها بسهولة. قول جاي ما؟ ايه هو. وانا كنت متوقع هيك لهالسبب، مشان تكون مهمة قول جاي سهلة. انا زتيت طعم قدام يافوز. مرحبا انسي بهار، انا رضا محامي ابوكي. اهلين استاذ رضا. اول شي البقية بحياتي. للأسف ما قدرنا نتعرف على بعض قبل هلأ، بس المرحوم كان يحكي عنك دائما. تسلم، حياتك الباقي. بصراحة بخصوص موضوع الورثة يلي تركها المرحوم، نحن لازم نلتقى هلأ. ماشي منلتقي، بس أنا بكربير.
أنا رح روح على النيابة بكربايير لشوف لوين وصلوا بالتحقيق. مر لعندك إذا بتحبي. ماشي بشوفك. شكرا لك، بشوفك. أخذت اللي بدك إياه وأنا صدقتك، صرت محامي بدالي، ما رح تقتلني مو هيك؟ كان هذا هو الأغا. ايه داهموا المشفى مشان هاي الرسمة؟ ما بعتقد. لو هدفهم انه ما نعرف شكل الأغا لكانوا قتلوا سانجار، بس كان بدهم سانجار عايش. بالنهاية سانجار واحد مرتزقة مدرب بشكل خاص، وبالتأكيد ما راح يتركوه بسهولة. بالنسبة لشخص مثل الأغا هو صغير. صحيح. برأيك هذا هو؟ بصراحة سانجار ما كان مبين عليه انه عم يكذب ابدا. على كلين رح نعرف. بعتولي هاي الرسمة على الاستخبارات، بركي بيوصلوا للشي عن طريقها. تحت امرك سيدي. عود شوي افوز. هو زد حاله قدام الرصاصة من شاني. أتاش خطر بحياته بس من شاني خليني عايش. أنا ما قدرت أمنعه. بلكي صار له شي هلأ. أي حدا منا كان رح يساوي هيك؟ مو صحيح هذا الشي؟ أي طبعا صحيح، وبدون ما نتردد لحظة واحدة. عن إذنك سيدي. نازلي بهار، لا تبكي اهدي يا روحي. أتعش منيح؟ رح يعيش مو هيك؟ منيح رح يعيش. هلأ طلع من العملية ورح يضل بالعناية المشددة. مين عمل فيه هيك وليش لحتى يقوصوا؟ ما بعرف، جولاق على الأغلب. طيب انتي ليش ما خبرتيني وقتها؟ كان ابوكي واقف جنبه، لو خبرتك لكانت تعقدت الامور. ما بتفرق معي بهار، صدقيني حتى لو بعدني بابا لاخر مكان بالدنيا ما عاد يهمني ابدا. انا بدي اشوف حبيبي اتاش وبس. هالشي مستحيل، هو بالعناية. لا تقولي هيك، انتي دكتورة يعني فيك تساعديني لو سمحتي، بس بدي اشوفه دقيقة، بوعدك ما رح اتأخر اكثر. طيب لحظة لشوف الدكتور، استني هون.
نازلي. نازلي. صار لازم نمشي. أنا بدي ضل هون. بس ممكن أبوك يجي على المشفى. ما عاد يهمني. اسمعي. طلعي. الوضع صعب بالنسبة للكل ومنعرف قديشك مزعوجة. بس صدقيني إذا ضليتي هيك وقتها رح يتأزم الوضع أكتر حبيبتي. بهار معها حق. منروح هلأ ومنجي بكرة الصبح، شو رأيك؟ أنا حكيت مع الدكتور، هو بخير وأول ما يفيق رح يتصلوا فيكي. حاسة إنه رح يصير له شيء إذا بعدت عنه، لهيك ما فيني أروح. حبيبتي لا تشغلي بالك، رح يكون بخير. ألو. مرحبا أنسي بهار، أنا المحامي رضا. أهلين أستاذ رضا، سجلت رقمك بتليفوني. شكرا إليك. أنا بكربعي خلصت شغلي بالنيابة العامة، إمتى بتكوني فاضية لنتقابل؟ ممكن نتقابل بكرة؟ مثل ما بدك. زوجك رح يكون معك؟ في داعي؟ لا بس بعتقد هو بيحب يكون موجود. تمام، لنشوف إذا كان فاضي. اتفقنا لكان، بشوفك بكرة. شكرا، مع السلامة. شو الوضع عندك؟ كل شيء تمام، أنا رح وصل لزوج بهار. ممتاز، بس هو ماله شخص عادي، يفوز بالقوات الخاصة، انتبه منه. لا تشغلي بالك، لهالسبب ما رح استعجل، هنن بيعرفوا إنه أنا محامي. لبين ما يعرفوا حقيقتي وشو هدفي. يفوز كراسو بيكون وقت غرق بدمه. حبيبتي بهار. يا روحي أنا. تعالي. أوبا، بدك شي؟ لا أبداً، بس أجيت مشان أسألك سؤال. سأليني. مو أنتو يا فوز تجوزتوا هلأ؟ وقت يصير عندكم أولاد ما عاد تحبوني؟ بلا جد، من وين خطر على بالك هالشي؟ الأولاد يلي بالمخيم قالوا لي هالشي. يعني أنتي خبرتيهم أنه أنا ويا فوز تزوجنا؟ ما كان لازم خبرهم؟ آخ، بس لحظة، انزلي لشوف، عادي هون واستنيني. ألو. مرحبا أنسة بهار. أهلين أستاذ رضا. أنت فاضية اليوم مشان نلتقي؟ أنا بعتذر كتير، نسيت الموضوع، صارت معنا حادثة سيئة مبارح. عن جد؟ أنت منيحة؟ ماني منيحة بنوب. طيب إذا بقدر ساعدك بأي شيء خبريني ولا تترددي. المرحوم أبوك له فضل كبير علي وهو أمني عليكي. شكرا لك، ممنونتك كتير. بكرة رح كون برات المدينة مشان الجنازة، بشوفك بعد ما أرجع لهون. ماشي، أكيد أساسا رح ضل هون كم يوم. ما في مشكلة، يلا بشوفك. بشوفك. إجا أخي يفوز. شو أخبارك يا حلوة؟ أنا منيحة، بس أختي بهار زعلانة كتير، لو سمحت ممكن تخليها تضحك؟ بس أنا ماني مهرج. بس مو أنت بتكون جوزة؟ حتى أنت بتعرفي هالشي؟ يلا روحي هلأ ولعبي مع رفقاتك، أنا بدي أحكي مع بهار شوي، ممكن؟ شو وين البوسة؟ هي.
مين اتصل؟ المحامي خبرني انه في كم ورقة لازم اوقع عليها بخصوص الورثة على الاغلب. هيك لكان او حتى سألني عنك اذا بتحب تكون موجود كمان. بعتقد ما عنده علم انه زواجنا مزيف. اذا بدك ياني بيجي معك. ايه بدي هالشي، انا ما بفهم كتير بهالامور. طيب منشوف بعدين. امتى رح نروح على سامسون؟ بكرة الصبح بكير لانه الجنازة الظهر. شبك الناس يلي منحبهم عم يتركونا ورا بعضهم وما فينا نساوي شي بنو. لازم نتعود على الحزن والوجع. شلون يعني نتعود؟ ليش مضطرين على هالشي؟ يعني لازم نضل قاعدين عم نتفرج وما نساوي شي؟ طبعا أنا ما كان قصدي هيك. بعدين ما أنا قاعدين عم نتفرج وبس، نحنا كل يوم عم نحاسبهم على اللي عم يساووه. بعرف، بس بتعرف حاسة إنه لازم أوقف على رجلي وصرخ بأعلى صوتي بكفي بقى، حاجتكم قتل ودمار. بالأول أبي وبعدين فاطمة، لسه لهلأ ما لقوا قاتل أبي. رح يلاقوا لا تاكلي هم. شلون ضميره مرتاح؟ ما عم بقدر استوعب. أنا رايح منحكي. ألو، كيفك؟ منيح وانتي؟ منيحة. بدي قلك اليوم رح قابل المحامي وهو جاي لعندي هلأ، شو رأيك تجي كمان؟ ايه والله مو غلط، عكلن أنا بالمشفى عند أتاش، بعد شوي بطلع. ماشي، كيفه أتاش؟ الحمد لله، عم يتحسن. منيح، بشوفك. بشوفك. بتشكرك كتير. صحتين وهنا. ما صحت لنا الفرصة لنتعرف على بعض من قبل. أبوكي كان يضل يحكي عنك، الله يرحمه، كلنا خسرنا. تعيش وتترحم. بس على القليلة في فرصة لنخلي اسمه عايش دائما. كان المرحوم موصي إنه تتأسس جمعية بمبلغ كبير من أمواله تحمل اسمه. ممتاز، ما كان عندي علم بهالموضوع. هو طلب إنه يضل سر، المرحوم كان يقدم الخير بالسر. مزبوط. رح يجي زوجك ولا نبلش؟ رح يجي على الطريق، قبل شوي حكيت معه. ممكن نستخدم الحمام؟ طبعا، تفضل على ايدك اليسار. شكرا لك. ايه لو سمحت عندك. نعم سيدي. يا فوز اجمع لي الفريق وتعالوا على غرفة العمليات. وصلتنا معلومات من الحدود، جولاق داهم الضيعة. شو هالحكي؟ يلا جاي فورا، يا ريت ترجعني على الكتيبة بسرعة. يلا ماشي.
هداك مو المحامي. نعم يا فوز. بهار طلعت لي مهمة مستعجلة، ما رح أقدر أجي. تمام، لكن أنا بحل الموضوع، لا تشغل بالك، انتبه على حالك. ماشي، بشوفك. بشوفك. طلعت له شغلة مستعجلة، ما رح يقدر يجي، لا تواخذني. بسيطة، مو مشكلة. لا تواخذني. ألو، نعم. بهار، اسمعيني من دون ما تخلي حدا ينتبه، في عندك شي محامي اسمه رضا ديميرجي؟ اي تمام، هلا اهدي شوي. بعتقد انه هذا الرجال ما انه محامي. عن جد؟ ما بعرف مين بيكون، بس مو هذا المحامي اللي اسمه رضا ديميرجي. ممكن تكوني بخطر. تصرفي هلا وكأنك ما بتعرفي بهالشي، يا طلعي الرجال من البيت او اطلعي انتي. وانا جاي فورا. طيب. خير، ليكون صاير شي. هو بالحقيقة بالمخيم في عندي مريض حالته خطيرة، اتصلوا مشانه. عن جد؟ الله يعافي. مشان هيك أنا لازم روح بسرعة، ممكن نأجل هالموضوع لبعدين؟ ايه أكيد أكيد، لا تاكلي هم. إذا بتحبي أنا بوصلك على المخيم. لا شكرا، بروح لحالي. بوصلك الطريق، بوصلك. فيني روح لحالي. لا تواخذني، أنا توترت كتير. مو مشكلة أبدا، أنا بحترم كتير لهفتك على مرضاكي. معناتها منضل على تواصل بهار خانو. ماشي. عفوا، بس ممكن استخدم الحمام مرة تانية؟ طبعا، بالتأكيد، تفضل. شكرا لك. أستاذ ريدا، لا تواخذني، عم بزعجك، بس أنا مستعجلة، لازم أوصل على المخيم بسرعة. ماشي، رح أطلع فورا. تمام. يا ترى عملت شي يزعجك؟ لا والله، أبدا، مثل ما خبرتك
في عندي مريض حالته خطيرة كتير. ما رح تردي؟ بالتأكيد رح رد طبعا. ألو بهار، قلي لي أنت منيحة؟ الرجال أذاكي شي؟ لا أنا جاية على المخيم فورا، والمحامي رايح أساسا. طيب وأنا بالطريق لعندك. فهم شي يا ترى؟ لا ما بعتقد ابنه. تمام أنا رح أستعجل للحق المريض. بخبرك شو بيصير. تمام مع السلامة. حكالي أبوكي إنك بتضحي بحياتك مشان مهنتك. بالله جد ما كنت متوقع إنه أبي بيحكي عني قدام حدا. المرحوم كان كتير يحبك. شوفك لك. إيلام شو الموضوع؟ مين هالرجال؟ ما بعرف بس رح نعرف. كيف؟ هلأ صورته. وشو عرفك إنه هو مو المحامي؟ بهار متأكدة إنه هالرجال مانو محامي، بس لا تسأليني من وين عرفت. حاسة رأسي رح ينفجر. شو رح يكون بده مني يعني؟ بصراحة بعتقد لو كان هدفه أنتي لكان قتلك هون قبل ما يروح. لكن مين هدفه بقى؟ يافوز هدفه يافوز. متأكدة؟ الرجال طول الوقت كان عم يسألني وينه زوجك. اتصلي بيافوز لك. مقفول، رح اتصل بالشرطة. لا تتصلي بالشرطة، على القليل استني شوي لنوصل ليافوز. يمكن الرجال بده يقتله هلأ، بركي وصله قبل ما نحذره. مثل ما قلت لك خلينا نستنى شوي، صدقيني ما رح يساوي له شي. انتي رح تجنينيني إيلا، شلون بتقدري تكوني هادية هيك؟ آسفة سر المهنة. نعم بهار. وينك؟ بالمشفى. شوفي مجاهد تصاوب. عن جد؟ هو بخير؟ لسه ما منعرف شي. ماشي أنا جاي. لا ما في داعي لا تجي. خلص أنا جاي. اسمع بعدين بدي إلك شي مهم. شو؟ مهم بس ما فيني أقوله على التليفون. عندي إيلام رح نجي على المشفى. ماشي؟ ماشي. صاير شي معه؟ ما بعرف صوته ما عجبني أبدا. وإيلام عندك كمان؟ إيلام؟ إيه